يجدد رالي حائل نيسان الدولي لعام 2020 في نسخته الخامسة عشر مسيرة أبطال الراليات المشاركين به من خلال التنافس على لقب جديد للراليات ويعتبر رالي حائل من أوائل الراليات بالمملكة حيث انطلقت النسخة الأولى في عام 2006 وبمشاركة نحو 44 فريقا وبلغت مسافة السباق في أول عام لانطلاقته 450 كيلومتر سيعلم بمشيئه الله تعالى صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز امير منطقه حائل رئيس الهيئه هيئه تطوير منطقه حائل رئيس اللجنه العليا لتطوير منطقه حائل عن بدء انطلاق رالي حائل يوم غد الثلاثاء في الرابعه والنصف عصرا في منتزه المغوات بمشيئه الله تعالى وسيكون الانطلاق الفعلي لسباق الرالي بعد غد صباح الاربعاء من نقطة الانطلاق ستكون بمشيئة الله عن يعني طريق محافظة بقعة بعد النجاح الكبير للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تنظيم النسخة الأولى من رالي دكار في المملكة يعمل الاتحاد حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لقامة النسخة الخامسة عشر من رالي حائل الجولة الأولى من بطولة السعودية للراليات الصحراوية لموسمي 2020 الرالي شارك فيه اكثر من 115 متسابق طبعا 60 منهم تقريبا سوف يشاركون في السيارات و55 منهم في الدراجات الناريه طبعا مختلف الجنسيات من داخل المملكه وخارجها هناك مشاركه نسائيه في الدراجات الناريه وطبعا لحد الان لم يعتمد بشكل نهائي هذه القائمه سوف يتم اعتمادها بعد الفحص الدوري اليوم ان شاء الله تعلن القائمه النهائيه لان هناك شروط ومواصفات في السيارات لابد ان تنطبق على المتسابقين يعتبر رالي حائل حدثا سياحيا رياضيا وشبابيا بامتياز وكل عام تتسلط الاضواء على حائل مدينه التاريخ والانسان للاحتفال معها بانجازات ابنائها التي تحاكي العشق التاريخي للصحراء وفنونها للاخباريه سلطان الشعيب حائل